وكان حقا على اليمنيين نصرة وتأييد جيشهم في مواجهة حرب التحالف. سيول جماهيرية أتت من كل حدب وصوب إلى ثلاث ساحات في العاصمة صنعاء وامتدادا إلى مدينة صعدة، خروج يعبر عن موقف وقناعة ثابتة مؤيدة لعملية نصر من الله في محور نجران وغيرها من العمليات التي ستكبح جماح الحرب والحصار. نهنى الشعب اليمني وهنى جميع أحرار العالم بالنصر المبين، لأنه سينتصر الدم على السيف وسينتصر الحق على الباطل. يوجه الشعب اليمني أنه بعد 5 سنوات من العدوان هناك الكثير والكثير التي يمكن لأبناء الشعب اليمني أن يذهلوا به العالم كما أذهلوا بهم ما حصل في عملية نصر من الله. هتافات الجماهير في التظاهرة عبرت عن الصمود في وجه الحرب ودعت إلى تنفيذ ضربات موجعة للتحالف في عمقه إذا لم يستجب لمبادرات اليمنيين للسلام عاجلا غير آجل، رافعين أسلحتهم تعبيرا عن الاستعداد للمواجهة. إذا لم تخضع هذه القوى العدوانية لإرادة هذا الشعب العظيم ولم تجنح للسلام، فإننا نطلب من القيادة ويطلب هذا الشعب العظيم وهو من ورائها ومن خلف هذه القيادة، يطلب منها أن تنفذ ما توعدت به من الضربات المؤلمة والموجعة التي لا تؤثر في هذا العدو إلا هي. ودعت التظاهرات في بيانها اليمنيين إلى النفير العام والتحشيد الكبير إلى الجبهات وإلى دعم الصناعات العسكرية للقوات المسلحة اليمنية، فهي الكفيلة بإيقاف الحرب. استمرار التعنت السعودي حتى اليوم بشأن إيقاف الحرب سيعني بدء عمليات جديدة كبرى للقوات المسلحة اليمنية في العمق السعودي، وهو تحذير أخير يطلقه اليمنيون اليوم في خروجهم الجماهيري. أحمد محمد زبيب، صنعاء، الميادين.